نادي الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلي تقدم بعرض مالي جديد إلى نادي غلطة سراي من أجل التعاقد مع يونس بالهندا النجم الدولي المغربي ولاعب الفريق التركي خلال فترة الميركاتو الصيفية الحالية، وذلك حسب ما نشرته تقارير إعلامية تركية، إلا أنه تم رفض العقد بسبب رغبة النادي التركي غلطة سراي في الحصول على عرض أكبر. وتابعت التقارير الصحفية أن يونس بالهندا أعلن رفضه لعرض الانتقال إلى نادي الاتحاد السعودي رغبة منه في الاستمرار ضمن صفوف فريقه التركي، ويرغب صاحب 29 سنة في البقاء مع فريقه خلال الموسمين المتبقيين من عقده، معربا عن سعادته في الاستمرار مع غلطة سراي. وخاض النجم المغربي الذي ينتهي عقده في 2021 مع نادي غلطة سراي في الموسم الماضي 35 مباراة، سجل فيها 4 أهداف وساهم في صناعة 10 أخرى. ومن جهة أخرى، عقد أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد السعودي اجتماعا هاما مع لاعبيه خلال الساعة الماضية، وذلك بعد نهاية معسكر الفريق الأول في مدينة مانشستر الإنجليزية. وأقام نادي الاتحاد معسكرا إعداديا في مانشستر لمدة 20 يوما، خاض خلالها 4 مباريات ودية، انتصر في 3 منها أمام بولتون وليدز يونايتد وبوري يونايتد، بينما خسر من أتيرتون. وقال أنمار للاعبيه: لا بد من تجاوز دوبهان الإيراني في دور 16 من بطولة دوري أبطال آسيا بأي ثمن. وشدد رئيس الاتحاد خلال جلسته مع اللاعبين على أنه لا عذر لهم في الموسم الجديد بعد أن تم توفير كل عوامل النجاح أمامهم وتنظيم معسكر ناجح في مانشستر. جدير بالذكر أن العميد يواجه دوباهان الإيراني ذهابا في دور 16 ببطولة دوري أبطال آسيا يوم 5 أغسطس القادم، على أن يلتقيه إيابا في 12 من نفس الشهر. وقد أطارت القائمة الآسيوية لكتيبة النمور المسربة من معسكر نادي الاتحاد الحالي بدولة الإمارات جدلا واسعا في الشارع الكروي لعشاق العميد الجداوي، وأبدوا سخطهم عليها، خاصة أن القائمة المسربة والتي أعلنتها بعض التقارير الصحفية تضم كل من خيمينيز وفيشيو وفيلانويفا ورومارينهو. واستبعد المدير الفني تشيلي سييرا كل من كريم الأحمدي ومروان داكوستا وهداف الفريق الموسم الماضي ألكسندر بريجوفيتش. والاستبعاد الأخير نال سخطا جماهيريا كبيرا، خاصة أن اللاعب بدأ في الانسجام مع الفريق بشكل ممتاز وأصبح هداف الفريق خلال النصف الثاني من مسابقة دوري المحترفين، والتي نجا منها الاتحاد بصعوبة بالغة من الهبوط للدرجة الأدنى. قرر مدرب نادي النصر السعودي روي فيتوريا استبعاد الدولي المغربي نور الدين مرابط من قائمة العالمي في دوري أبطال آسيا، في ضربة موجعة ومؤلمة للمحترف المغربي في صفوف أصفر العاصمة نور الدين مرابط. قائمة أجانب نادي النصر في البطولة الآسيوية ضمت كل من الحارس الأسترالي برادلي جونز ومايكون بيريرا ومواطنه جوليانو فيكتور والمغربي عبد الرزاق حمد الله. وفضل المدرب البرتغالي فيتوريا عدم ضم نور الدين مرابط للقائمة الآسيوية بسبب تأخره على الانضمام لمعسكر بطل دوري المحترفين السعودي في البرتغال. وقد أعلن الحساب الرسمي لنادي النصر عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن وصول اللاعب رسميا لمعسكر الفريق
البرتغال وانضمامه لصفوف العالمي، وذلك عقب الإجازة التي كانت ممنوحة له عقب انتهائه من كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر مؤخرا، وبعد مشاركته مع منتخب بلاده أسود الأطلس. وكان البرتغالي فيتوريا قد وضع خلال اليومين الماضيين البرازيلي بيتروس مكان مواطنه جوليانو بسبب إصابة الأخير، إلا أن استجابة جوليانو إلى الجرعات العلاجية وتحسن إصابته صارعت بعودته إلى القائمة الآسيوية. وبهذا يدخل الفريق الأصفر مواجهة نادي الوحدة الإماراتي في ثمن نهائي دور أبطال آسيا بنفس الأسماء الأجنبية التي خاضت مباريات دور المجموعات. ويستضيف الفريق العاصمي نظيره الوحدة الإماراتي على ملعب الملك فهد الدولي يوم 5 أغسطس المقبل في ذهاب ثمن نهائي البطولة القارية، فيما تقام مواجهة الإياب يوم الاثنين 12 من ذات الشهر على ملعب الوحدة الإماراتي في العاصمة أبوظبي. لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي الدولي سالم الدوسري تناطرت الأقاويل هنا وهناك حول مصيره مع الزعيم بعد المدة الطويلة التي أخذتها مفاوضات تجديد عقده ليصبح لاعبا في صفوف القلعة الزرقاء لثلاث أو أربع أعوام مقبلة. فبعد أن أشارت بعض المصادر الصحفية إلى اتفاق إدارة أزرق العاصمة برئاسة فهد بن نافل على التجديد لمدة 3 سنوات مع الدوسري للاستمرار واللعب مع الزعيم، وذلك بعد اقتناع رازفال لوشيسكو المدير الفني الروماني للزعيم بإمكانياته الفنية الرائعة، ألمحت تقارير صحفية أخرى انتشرت منذ ساعات عوائق أخرى ظهرت في المفاوضات بين الدوسري والهلال. المصادر تقول أن إدارة فهد بن نافل عرضت على النجم السعودي سالم الدوسري عقدا لمدة 3 سنوات براتب يصل إلى 6 ملايين ريال سعودي، ولكن اللاعب رفض، فكان العرض الثاني من الزعيم براتب وصل إلى 8 ملايين ريال سعودي، فرفض الدوسري مرة أخرى وطلب الحصول على 8 ملايين ريال في الموسم الواحد. وقدم الدوسري موسما جيدا مع الزعيم الهلالي وسجل عدة أهداف حاسمة، ومنها هدف يعتبر من أجمل أهداف البطولة هذا الموسم، وهو هدفه في مرمى نادي النصر في المباراة التي انتهت لصالح النصر ب3 أهداف لهدفين. وإجمالا سجل الدوسري 5 أهداف وصنع 6 أخرى خلال 27 مباراة في الموسم المنقضي. ويعتبر سالم الدوسري أحد اللاعبين الأساسيين ضمن تشكيلة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وشارك في آخر بطولتين رسميتين مع الأخضر، الأولى كانت في كأس العالم 2018 والثانية في كأس أمم الآسيوية في الإمارات 2019. يذكر أن الصحافة الإماراتية أكدت أن سالم الدوسري رفض العروض التي قدمت له من إدارة نادي العين للانتقال إلى دور الخليج العربي، ولكن داخليا يحاول ناديا الأهلي والنصر استغلال تعطر المفاوضات مرة أخرى بين الزعيم وسالم الدوسري للحصول على توقيعه وتمثيل النادي الغربي أو أصفر العاصمة. وكان نادي الهلال قد أعلن في وقت سابق إيقاف مفاوضات التجديد مع اللاعب الإماراتي عمر عبد الرحمن، والذي أخذت المفاوضات معه وقتا طويلا حتى وصلت إدارة فهد بن نافل معه لطريق مسدود، وهو ما أغضب جماهير الهلال وطالبت برحيل مجلس إدارة النادي. وتخشى جماهير الزعيم الهلالي تكرار سيناريو عموري مع الدوسري والتفريط فيه لصالح الغريم التقليدي نادي النصر أو تعاقده مع الأهلي. فهل يتكرر الأمر أم تنقذ إدارة فهد بن نافل المفاوضات من الوصول إلى طريق مسدود؟
أبدى الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب نادي الأهلي السعودي رضاه عن تشكيلة اللاعبين التي تكتنزها قائمته، مشيرا إلى أنه من الممكن التعاقد مع لاعب أو اثنين، بينما تمنى البرازيلي جوزيف دي سوزا استمرار المدرب الكرواتي حتى نهاية الموسم بخلاف ما حدث الموسم المنقضي. ويستعد أهلي جدة لمواجهة الزعيم في ثمن نهائي دور أبطال آسيا الأسبوع المقبل، ويعسكر الفريق حاليا في النمسا للتجهيز للموسم القادم. وقال برانكو للعربية في حوار أجراه معها بمعسكر الأهلي في النمسا: أعرف الأهلي جيدا وكذلك بقية الأندية السعودية التي واجهتها في دور أبطال آسيا خلال الأعوام الماضية. نحن في النمسا نستعد بشكل جيد للموسم بأكمله، وأشعر بالتفاؤل لأنني أرى مردود اللاعبين خلال المعسكر الإعدادي. وتابع برانكو قائلا: أنا راض تماما عن التشكيلة الحالية، وربما نتعاقد مع لاعب أو اثنين، وقد نجلب لاعبا أجنبيا يلعب في متوسط الدفاع. شاركنا رأيك في التعليقات، ولا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلك كل خبر جديد.